بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم. أحباء المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبائي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. عنوان هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام هو أمراض الأسنان. ضيفي الكريم الباحث الإسلامي والخبير في طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام سماحة الشيخ أحمد دريس الأحسائي. الله يحفظكم سماحة الشيخ. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم، عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سماحة الشيخ. الكثير ممن يبتلي في مرض الأسنان، إذا ما قلنا الكل سماحة الشيخ، ما هو سبب تلف الأسنان سماحة الشيخ؟ نعم، أنا بسرعة يعني بلا مقدمة نذهب إلى قضية الأسباب التي وردت في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من جملة الأسباب التي تسبب تلف الأسنان ترك السواك مرتان باليوم، فلا يأمن من يستاك مرة واحدة في اليوم. يعني أنا بعض الناس يعني بالمرة باليوم ممكن مرة واحدة يستاك، يعني هل يكفي المرة واحدة حتى الأسنان لا ينتلفن؟ لا، بحسب روايات أهل البيت مرة واحدة لا يكفي. وأكو خب ناس بعد بالشهر مرة هم ما يستاك حتى نتكلم في هذا المعنى أصلا بالشهر، ويريد هم أسنانه تبقى سليمات بلا تسوس وبلا مثلا اتلاف. المهم نحن عندما نذهب الى روايات اهل البيت، اهل البيت يؤكدون على قضية السواك باليوم اقلا مرتين. نعم. ولهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استاك كل يوم مرة رضي الله عنه. ما شاء الله، الله يرضى عليه وله الجنة. ومن استاك كل يوم مرتين فقد أدام سنة الأنبياء. يعني يتبين احنا نفهم ان سنة الأنبياء ما هو باليوم مرة واحدة، باليوم مرتين، باليوم مرتين. نعم. وكتب الله، لان انت ما دام تمشي على سنة الأنبياء وانت مؤمن فاذا الله ينطيك اجر. ممكن تقول شنو هذا يعني السواك؟ لا، لانك مؤمن. يقول: وكتب الله له بكل صلاة يصليها ثواب 100 ركعة. ما شاء الله. يعني شنو هذا المعنى؟ يعني السواك يجر لأن أنت مؤمن، والله تبارك وتعالى لأنك تابع لسنة الأنبياء الله يرفع صلاتك. نعم. لهذه السنة التي أنت أخذت بها. واستغنى عن الفاقر وتطيب وتطيب تطيب نكهته. تطيب نكهته يعني رائحة الفم تصير جيدة، ويزيد في حفظه، لأن السواك يذهب بالبلغم. من أسباب قلة الحافظة ازدياد الرطوبة في الرأس، لكن حينما الإنسان يستاك رطوبة الرأس تنزل وحفظ الإنسان يزيد. فإذا السواك يسبب أن يزيد في الحفظ الإنسان، ويشتد له فهمه، فهم الإنسان همه يزداد، ويمرئ طعامه حتى يرجع إلى مراء الطعام. نعم. الطعام بسرعة ينهضم يصير مريا هنيئا إن شاء الله. نعم. وتذهب أوجاع أضراسه، إذا يوجد هم وجع بأضراسه هم تروح ببركة ماذا؟ ببركة السواك. ويدفع عنه السقم، لأن إذا الأسنان ما تصير سليمة الإنسان هاي الأمراض راح تنتقل للمعدة. صحيح. لأن الأسنان ما يعملن بوظيفتهن يعولن عليها، من الوظيفة تروح على المعدة. نعم. إذا راحت الوظيفة للمعدة، المعدة تتعب مرتان أكثر من طاقتها، وهذا يسبب، والمعدة بيت الداء، وتصافحه الملائكة، وبعد لما يرون عليه من النور، وتنقى أسنانه، وتشيعه الملائكة عند خروجه من بيته، وتستغفر له حملة العرش والكروبيون. ليش هالكله؟ يقول لأنه مؤمن. المؤمن الذي تابع سنة الأنبياء الله يعطيه من هذا الأجر. لا تستعجب، مو هي قضية بس سواك، وايدين يستاكون بقضايا أخرى لكن مو تابعة لقضية سنة الأنبياء. نحن نقول إذا الإنسان يستاك يميل يكون في باله أولا قضية أن يتبع سنة الأنبياء، تبعيته لسنة الأنبياء يعطيه هكذا من الأجر
والثواب. فإذا عليكم بالسواك أقلا باليوم مرتين يستاك الإنسان، مرة واحدة لا يكفي، لكن مرتان هو الذي يؤمن الإنسان من أن يكون يبتلى بضرسه. أحسنتم سماحة الشيخ، بارك الله بكم. سماحة الشيخ، قد يسأل سائل من المشاهدين الكرام ومن الناس أنه هل السواك الذي تتحدثون عنه هو السواك المعروف في هذه الأيام؟ هذا السواك اللي الآن موجود هو من البلاستيك، نعم، وهو الآن حسب التقارير أن البلاستيك مضر للثة. يعني البلاستيك إذا قد ما الإنسان يستخدمه ممكن يضره بلثة الإنسان. إذا اللثة صارت ضعيفة الأسنان هم بتبع ضعف اللثة تضعف الأسنان، تسقط الأسنان. فإذا نحن عندما نقول السواك الذي هو من سنة الأنبياء، السواك هو الذي يكون من سنة رسول الله، من سنة أمير المؤمنين عليه السلام، من سنة الإمام الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، عندما نقول هي سنة، بأي شيء نستاك؟ نستاك أولا، أفضل ما يستاك به هو الأراك، قصة الأراك التي تأتي من عربستان، من الجزيرة العربية. المهم أن في تلك المنطقة توجد هذه الشجرة، يعني أصلها من ناكا، من المدينة، من مكة، من الحجاز عموما. فإذا أصل هذه الشجرة من هنا. ممكن تجيها بعض الأراك من باكستان، من باكستان يجينا بعض يعني العود، لكن باسم الأراك، لكن ما يصير مثل تلك المناطق التي يوجد فيها هذا قصة الأراك. ولهذا جاء في الرسالة الذهبية إن أجود ما استكت به لينفر استكت به هو الأراك، فإنه يجلو الأسنان ويطيب النكهة. ما شاء الله، يجلو الأسنان جلاء، يعني نظف الأسنان، ويطيب النكهة، يعني رائحة الفم تصير جيدة، بالأخص إذا الرائحة كانت من سببها أمراض اللثة، سببها أمراض التي ترجع إلى الأسنان. نعم. رائحة الفم تكون كريهة، أو أوكات الفم واللثة ما بمشكلة، نعم، لكن الرائحة تجي من المعدة، يعني المشكلة توجد بالمعدة. صحيح. يتصور أنه من فمه، يجي يستاك لحظات يرجود عادة الرائحة. هاي الرائحة بعد مو بالأسنان، إنما هذه الرائحة توجد وين؟ في معدة الإنسان. فإذا أفضل ما يستاك الإنسان به يستاك بالأراك، سواك الأراك هو معروف. ثاني شيء، ثم قضيب الزيتون. الله الله في الزيتون، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مستدرك الوسائل المجلد الأول قال: نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة، يطيب الفم ويذهب بالحفر، يعني حتى لو حفر توجد في بعض الأسنان، نعم، يذهب بالحفر، وهي سواكي وسواك الأنبياء قبلي. ما شاء الله، يعني قضية الزيتون وما أدراك ما الزيتون. ممكن واحد يسأل يقول: شيخنا أنا أجيب هاي العود، عود مثلا أخذ لعود من الزيتونة قصن، مثلا قصن بمقدار يعني وسعة يصير مثل الأصبع، نعم، شوية هكذا حجم، يعني قطرة هكذا يكون، تأخذ لك وتجيبه، ممكن تقول شلون أنا أستخدمه؟ نقول هيش تستخدمه، تجيب لك فرد قدح من الماء وتخلي هذا العود أو هذا القصن داخل هذا الماء، يبقى أيام حتى ينعم شوية، يشرب ماء ينعم أكثر، أنه بتجيب لك سكين تقوم تقص فوقه لما ما يصير مثل البروش، شايفة؟ هكذا. ثم يستخدمه، كل ما نقص منه ازداد بالسكين أكثر تشرح حتى يستطيع يمسح به أسنانه. هكذا يستخدم عود الزيتون أو عود الأراك هكذا. نعم. بارك الله بكم، أحسنتم. الله أنه حفظك. ذكرنا سماع الشيخ زيت الزيتون، أو ذكرنا الزيتون عفوا، نعم، ما هي فوائد زيت الزيتون سماع الشيخ؟ نعم نعم، في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أكثر المنافع توجد في الزيت، يعني الزيت أكثر بمنفعة. ولهذا أنت عندما تجي إلى الفوائد التي توجد في قضايا الزيت، أنت حتى نفس الشجرة الزيتون عجيبة، هذه الشجرة ولها قابلية على أن تعمر 1000 سنة. ما شاء الله، لها قابلية على أن تعمر 1000 سنة. ولهذا الزيت نافع للعفونة والالتهابات، الزيت نافع لتقوية النطفة،
هذا اللي عنده ضعف بالاسبرم، عنده مشكلة عدم الإنجاب عنده، أحسن شيء يستخدم زيت الزيتون. وبعد نافعة للقلب ومانعة من انسداد العروق. نعم ما شاء الله. يعني إذا الإنسان يستخدم دائما هذا الزيت، العرق أبدا انسداد ما يصير طول حياته. انسداد، الانسداد منين يجينا؟ يجينا من هالدهونات الموجودة في الأسواق. صحيح. من هذا الدهونات يصير التصاق، ثم شوية شوية تلتم الرسوبات إلى أن ينسد طريق الدم. ولا إذا الإنسان يستخدم هذا الزيت أبدا انسداد ما عنده. نافية، نافع لتقوية الحافظة، ضد السرطان، يفتت الحصات. نعم. حتى الحصات هم يفتت هذا الدهن الزيتون، زيت الزيتون. الآن نحن عندما نأتي إلى ورق الزيتون، الورق نافع للسكري ما شاء الله. يا ما يسألون يقولون شنو علاج للسكر؟ نقول العلاج السكري يجيب له ملعقتين من ورق الزيتون، شجرة الزيتون، في قدح، قدح ماء مغلي، يخليه يتخدر خلال 10 دقائق، يخلي فرشي عليه يتخدر 10 دقائق، ثم يصفي ويشرب. أو عنده طريقة أخرى، يخلي متنقع إلى الصباح، إلى الصباح ثم يصفي ويشرب. هذا جدا نافع لأن يخفض السكر عند الإنسان، جدا نافع للسكر. فإذا مشاهد العزيز عند مشكلة السكر، عليه بماذا؟ بورق الزيتون. نعم. فإذا نحن نحبذ هذا المعنى أن يرجع إلى قضية الزيتون. أما في إدامة بحثنا، يعني الآن بالنسبة هذا بحث استطرادي في قضايا الزيتون. نعم. لكن في إدامة البحث، الأمور اللي تمنع من تلف الأسنان، ترك التخلل. هاي الأمر اللي يسبب الإنسان يبتلي بأسنانه، هذا يجي ما يتخلل بين ضروس، يبقى بعض الأطعمة، تبقى الطعام، هذا يسبب سبب تلف الأسنان. فإذا الإنسان كون يستمر في ماذا؟ يستمر في التخلل بين أسنانه. لهذا ورد في المحاسن المجلد الثاني، روي عن قول رسول الله: تخللوا على أثر الطعام، تخللوا على أثر الطعام، فإنه مصحة للفم، مصحة للفم والنواجذ، ويجلب الرزق على العبد. ما شاء الله. يجي الإنسان يجي له بهذا العود يتخلل، فإذا هذا يدفع الأمراض. يعني السواك في وحده لا يكفي. ما شاء الله. يعني الإنسان يجي بوحده يستاك، هذا لا يكفي الإنسان، إنما يكفي عندما الإنسان من بعد السواك كذلك يتخلل. هسه ممكن واحد يسأل سؤال يقول أن هذا الخيط اللي ينظف بين الأسنان هذا هم نافع؟ نقول أن لا يخلو من النفع. نعم. لا ننكر نفعه، لكن ممكن أنه فيه مادة كيميائية ملتصقة على هذا الخيط، هي تجرح اللثة، ممكن هذا من خلال جرح اللثة تنتقل هذه المادة الكيميائية إلى أسنان، إلى لثة الإنسان، ومن خلال انتقال هذه المادة الكيميائية ممكن على طول الزمان تضره، تضعف لثة الإنسان، وبالتبع تضعيف اللثة الأسنان تسقط عند الإنسان. أحسنتم سماحة الشيخ، بارك الله بكم. راح نرجع إن شاء الله بعد الفاصل بأي شيء يصح التخلل إن شاء الله. هذا سؤالنا إن شاء الله. بارك الله. أحبائي المشاهدين، فاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية وبرنامج طب أهل البيت، عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي. الله يحفظكم. حياكم الله مرة ثانية إن شاء الله بخدمتكم. عزيزي. الله يحفظكم إن شاء الله. طبعا تحدثنا عن التخلل سماحة الشيخ. نعم. بأي شيء يصح التخلل؟ نعم. أما الذي ورد عن أئمة أهل البيت سلام الله عليه، بكل عود إلا ثلاث. يعني الإنسان بكل عود ممكن يأخذ العود ويتخلل بأي عود، اللي من الأشجار، من الورود، من أي شيء اللي يقدر يصنع به عود ويخلل الأسنان، لكن إلا ثلاث أشياء ممنوع أن الإنسان يتخلل بها. نعم. أحدها عود الرمان.
يعني تاخذ لك عود من شجرة الرمان وتريد تخلي لأسنانك، هذا ممنوع. والثاني الآس، هذا هم ممنوع. والثالث القصب، تجي لك من القصبة مثلا تريد تاخذ شوية منها وتكسرها مثلا وتسوي لك عود حتى تخلي لأسنانك، هذا ممنوع عند أهل البيت سلام الله عليه. ولذا ورد في الكافي كتاب معتبر المجلد السادس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن التخلل بالرمان والآس والقصب. لماذا؟ وقال إنهن يحركن عرق الآكلة. عرق الآكلة يعني الجذام، مرض الجذام، يعني يبدأ الإنسان هاي اللحم يتواكل إلى أن تتلف اليدك بصورة كاملة. مرض الآكلة نستجير بالله من الأمراض المستعصية، يعني مو بسهولة علاجها، لكن توجد علاجاتها ومؤمناتها في روايات أهل البيت عليهم السلام. لكن نحن عندما نقول أنهن يحركن عرق الآكلة، المراد من العرق شنو في روايات أهل البيت؟ المراد من العرق مو هذا العرق اللي تصوره كما أشار إليه، هذه المعلومة من آية الله الشيخ عباس تبريزيان أحد العمالقة في هذا الباب، وهو من العلماء وموجود ساكن في قوم المقدسة ومشغول في تدريس قضايا الطب، وله 4 مجلدات في طب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا الرجل يقول، يعني بإثبات ينقل، يقول باعتبار أن العرق المراد العرق هو الجينات الوراثية التي تنقل الوراثة بالوراثة، تنقل بالوراثة من جيل إلى جيل. المهم أن هذه الجينات مرادها، مراد العرق في رواية أهل البيت هي الجينات. يقول بأن ممكن لهذا يجيب أدلته، الأدلة معقولة. لذا ورد في جاء في الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن رسول الله قال ليس من أحد إلا بينه وبين آدم 99 عرقا كلها تضرب في النسب. هذا العرق يعني إذا أنت تضرب في النسب، شنو المراد يقول تضرب في النسب؟ يعني تبين أنها الجينات الوراثية. ممكن أكو أمراض تنتقل بالوراثة من آباء أجداد، مثلا يوجد عرق أو جين خاص من الوراثة، جينات الوراثية تنقل مرض إجا إلى أن انتقل إلي من آبائي وأجدادي إجالي. يقول إذا الإنسان يجي يتخلل بعود الرمان أو يتخلل بالقصب أو بالآس، يجي يتخلل ممكن يحرك هذا الجين، نعم، ويظهر عليه هذا المرض اللي جالي من بالوراثة، كان ساكن الآن بمجرد التخلل بعود الرمان قد يهيج هذا العرق، يهيج عند الإنسان فتظهر علامات المرض وممكن يجي للإنسان المرض. فإذا إياكم والتخلل بالرمان، بعود الرمان وعود الآس وعود القصاب. ولهذا كما أشرنا الأفضل أن الإنسان، كما الأفضل أن يستاك بالأراك بسواك الأراك أو يستاك بقصب قضيب الزيتون، الأفضل كذلك يتخلل بقضيب الزيتون، هذا أفضل شيء أن الإنسان يتخلل. من جملة الأمور التي تسبب انهدام الأسنان هي قضية أكل الحلوى بدون اتخاذ التدابير اللازمة. يعني الحلوى إذا الإنسان يريد يستخدمها أكو إلها عند أهل البيت تدابير. شنو تدابيرها؟ قبل لا تاكل حلوى أكل شيء يابس مثل خبزة يابسة أو شيء يابس حتى يترس ما بين الضروس، حتى الحلوى لا تترسخ في جذور الضرس ويسبب خراب الضرس. ولذا عندما تأتي إلى الرواية يقول من أراد أن لا تفسد أسنانه فلا يأكل حلوى إلا بعد كسرة خبز. ما شاء الله، من بعد ما خلال شيء من الخبز. ليش؟ لأن كسر الخبز تسد منافذ رسوخ الحلوى إلى عمق الضرس. ولهذا يؤكدون على هذا المعنى، الإنسان قبل لا يأكل حلوى يأكل الشيء حتى يترس منافذ الأسنان. بعد من جملة الأمور اللي ممكن تهدم الأسنان إطباق الفم حين النوم. ممكن تتعجب تقول شلون يعني واحد إذا ينام هو ما يعلم بروح، هذا بعد حسب التعود، يعني أن الإنسان حينما يتعود على حالة من النوم يتعود عليها. صحيح. إيه نعم، الآن بعض الناس وقت ينام يحل حلقة وينام، وبعض الناس يسد الحلقة وينام. يهو الأفضل، الأفضل أن يفتح الفم، أفضل أن يفتح الفم وينام. لماذا؟ اسمع هاي الرواية.
عن رسول الله في البحار المجلد 41 روي أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر أخي عيسى بن مريم عليه السلام بمدينة وإذا أهلها أسنانهم منتشرة. ما أدري هسه بها نوع من الخراب، نوع من التلف، منتشرة إشارة إلى انتشار الأسنان، ووجوههم منتفخة أو حتى وجوههم منتفخة. تعجب فشكوا إليه فقالوا شنو جاوبهم؟ شكوا أبويا يا عيسى ابن مريم تعال سوي لنا شارة، انطينا فرد علاج لهاي القضية، شنو هاي المشكلة؟ قال أنتم إذا نمتم تطبقون أفواهكم. نعم. مشكلتكم إذا تنامون متعودين السدون حلوقتكم بتعبيرنا بالنوم. نعم. شو يصير إذا واحد يسد حلقة وهو نايم؟ يعني ما تلقاها إلا بمدرسة أهل البيت سلام الله عليه. سلام الله عليه. يقول فتغلى الريح في الصدور حتى تبلغ إلى الفم. أكو أرياح يعني البدن يدفع سموم من نفسه. نعم. تجي حينما تريد أن تخرج تبلغ إلى الفم فلا يكون لها مخرج. يوم اللي الحلق مطبق ما شوف إلها منفذ حتى تخرج. يعني البعض تخرج من الأنف وبعضها تأتي في فضاء الفم، شوف ما إلها منفذ للخروج. وجد فترد إلى أصول الأسنان، هاي المواد المسمومة اللي يكون تخرج وين تشوف ماكو إلها منفذ تجي وين تروح إلى أصول الأسنان. إلى أصول الأسنان. نعم. فيفسد الوجه، فيفسد الوجه، الوجه هم يصير ينتفخ توجد من هذا المادة المسمومة. فإذا نمتم فافتحوا شفاهكم وصيروه لكم خلقا، خلي يصير أخلاقكم يعني طبيعتكم، بدلوا طبيعتكم. ففعلوا فذهب ذلك عنهم. ما شاء الله. بس طبقوا هذه الوصفة من عيسى بن مريم سلام الله عليه. نعم. راحت عنهم انتفاخ الوجه، أسنانهم رجعت على ما كانت بالسابق. ومن جملة الأمور اللي تسبب تلف للأسنان كثرة السواك. بس البعض عندهم يعني حساسية يومية 5 مرات يقول هاي خاف أسناني خربا، لكن كثرة السواك هم يدمر الأسنان. صحيح. لهذا ليس وارد عن أهل البيت، لهذا ورد في الرسالة الذهبية قال والإكثار منه. الإكثار من من السواك. نعم. منه يرقق الأسنان ويزعزعها ويضعف أصولها. يزعزع الأسنان، هذا يصور كون أنا يوميا 5-6 مرات يا الله أسناني سلما من التلف، بينما أهل البيت يقولون مرتين في اليوم، مرة عند النوم ومرة عند الاستيقاظ من المنام. وإن كان هذا الأفضل يوم مرة أما بعد أن يأكل وجبة الغداء، هذا المعروف عندنا أول النهار يؤكل. نعم. صحيح. هذا ما يؤكل أول النهار. عن أبي عبد الله بعد من جملة الأمور اللي بزمان رائجة السواك في الحمام. السواك في الحمام هم يتلف الضروس، هذا اللي يروح بالحمام هسه هو مشغول ومنها يجي يستاك. ولذا يقول الإمام الصادق وإياكم والسواك في الحمام فإنه يورث وباء الأسنان. والتعبير بالوباء يعني كناية عن فساد جميع الأسنان على التوالي، يعني إذا فسد ضرس يجي الفساد الآخر للضرس ينتقل. نعم. حيث أن الوباء إذا دخل مكان يعني بالتوالي يقتل الكل. صحيح. يعني يبتلي الناس، كثير من الناس يبتلون بهذا المرض. كذلك إذا دخل هذا المرض نسجره بالأسنان بالتوالي بعد يعني تنتقل أمراضها شيء إلى شيء. ولهذا مثلا على التوالي وفي مدة قصيرة، لأن الوباء مرض جماعي سريع الانتشار، كذلك شبهوا هذا المرض بمرض الوباء، وباء الأسنان، لأنه ينتقل إلى جميع الأسنان. وبعد من جملة الأمور اللي تهدم الضروس أكل الطعام الحار ثم البارد. هذا اللي ما يراعونه، شرب شوية شاي حار استتبع بيش بماي الثلج، خب هاي سقط الأسنان. صحيح. هذا اللي أهل البيت نهوا عنه. شرب الماء البارد عقيب أكل الحلاوة، يأكل شيء حالي ثم يشرب من بعد ماي، هذا ما موجود في مدارس أخرى بس أهل البيت منبهين عليه. صحيح. أن يأكل حلوى ثم من بعده يشرب ماء، بالأخص الماء البارد. ولذا ورد في مستدرك الوسائل قال شرب الماء البارد عقيب الشيء الحار أو الحلاوة يذهب بالأسنان. إذن الإنسان يلتفت. وبعد من الجملة الأمور التي تتلف الأسنان الجمع بين البيض والسمك في المعدة. أن يجمع بين البيض والسمك في المعدة. ولذا ورد في الرسالة الذهبية واحذر
واحذر أن تجمع بين البيض والسمك في المعدة في وقت واحد، فإنها متى اجتمعا في جوف الإنسان ولد عليه النقرس والقولونج والبواسير ووجع الأضراس. فإذا هذا بالنسبة إلى أن يجمع بين البيض والسمك. الآن ما أعرف يبقى عندنا وقت بعد نتكلم. أي عندنا 4 دقائق شيخنا. بارك عندنا 4 دقائق. نعم بارك. إذا عندكم سؤال يعني بالنسبة. الله يحفظكم إن شاء الله. إحنا ردنا نعرف بس فوائد السمك بس نبينها للسادة المشاهدين. أحسن. بما أنه الأسواق مليئة بالسمك ما شاء الله. أي نعم. ما دام ذكرنا السمك أن يجمع الإنسان بين بما كان أن في البيض فوائد كثيرة. صحيح. فوائد بالأخص إذا كان البيض طبيعي، يعني مو هذا بعض البيض اللي موجود بالمصانع هذا ما يفيد. نعم صح. اعتبار أن المأكولات ينطونها للدجاج ليس مأكولات سليمة. نعم. لكن يكون طبيعي البيض نافع، كذلك السمك هم إذا يكون طبيعي هم نافع. لكن لهذا أنت عندما تأتي إلى الروايات في قضية السمك ترى أن ما شاء الله من المنافع توجد، المنافع توجد في قضية السمك. مثلا عن إبراهيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول عليكم بالسمك، ما شاء الله، فإنه إن أكلته بغير خبز أجزاك. بغير خبز تأكله هيك بلا خبز يجزيك كافي للبدن، وإن أكلته بغير خبز، وإن أكلته بخبز العفو أمرأك، يعني يهضم الطعام خفيف على المعدة. جميل. ولذا الإنسان إذا يأكل السمك خلي يأكله مع الخبز، لا يروح يأكل مع التمن الأرز. نعم. هذا ليس ناب، لأن التمن بارد والسمك بارد، بارد بارد يجتمع تزداد آلام الإنسان بالأخص إذا كان من البرودة والرطوبة. ولهذا أحذر الناس من كثرة أكل السمك. أكل سمك لكن لا تكثر بالأسبوع 4-5 أيام تأكل، هذا ليس جيد. لذا عن أبي عبد الله عليه السلام: أكل الحيتان يذيب الجسد. نعم. في رواية عن أمير المؤمنين: السمك الطري يذيب اللحم. وفي حديث آخر ورد عن أئمة أهل البيت: بل يذبل البدن، يذبل البدن، يعني البدن يذبل. نعم. يعني كناية على أن هذا ليس نافع للبدن كثرته. عن أبي عبد الله: السمك الطري يذيب شحم العين. شحمة العين الذوب، بصر الإنسان يقل لأن تكثر عند الإنسان الرطوبة، هنوب ينزل ماء الأبيض على العين. صحيح. سببه ما هو؟ السمك. سبب كثرة لا مو بس السمك. نعم. كثرة الأكل، كثرة الأكل السمك. نعم. باعتبار أن كل شيء يزيد عند الإنسان الرطوبة والبرودة بالأخص في رأس الإنسان، ممكن الإنسان يبتلي في عينه، يبتلي في أذنه، يبتلي في فمه وهكذا. فإذا الإنسان قلنا إذا يريد أن يأكل السمك يستتبعه بتمر ويستتبعه بعسل. لذا عن مولى لأبي عبد الله يقول كنت عند الإمام الصادق يقول: دعا بتمر بالليل فأكلته. دعا الخادم قال له: جيب لي تمر، فأكله الإمام، ثم قال: ما لي شهوته، يعني أنا ما أشتهي أكل تمر، ما إجت لي شهوة وأحب أكل. نعم. ولكني أكلت سمكا، ثم قال: من بات وفي جوفه سمك ولم يتبعه بتمر أو عسل لم يزل عرق الفالج يضرب عليه حتى يصبح. والله. ممكن أن تنتقل هاي بعض الأمراض اللي ساكنة بالوراثة، جاية ساكنة أنت تهيجها. ممكن الإنسان يأكل سمك كون يأكل من بعد تمر أو عسل، أو عسل حتى لا يبتلي بالسكتة القلبية. أكثر الأمراض السكتة القلبية تجينا من هذا المعنى، كثرة البرودة والرطوبة تولد السكتة القلبية بالأخص بالليل. خلي دير بالهم المشاهد لا يأكل سمك بالليل بالأخص، هذا اللي عمره وصل إلى 50 وفما فوق 50. أحسنتم سماحة الشيخ، بارك الله بكم. الله، نسأل الله بحق الحسين الشفاء لجميع المرضى إن شاء الله. إلهي آمين. بجاه محمد آمين. وآل محمد. سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، شكرا جزيلا. الله يحفظك ويدر إن شاء الله في خدمتكم عزيز إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق في جميع أموركم إن شاء الله. اللهم آمين. الشكر موصول لكم أحبائي المشاهدين على كرم المتابعة. نكرر لأي أسئلة واستفسارات أو آراء حول البرنامج يمكنكم زيارة الصفحة الموجودة على الفيسبوك باسم الراديو ذو الإعلامي حسين الأميري. تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم. الله يحفظكم. Oh.